خمس ساعات على المركبات يقطعها عبر طرق جبلية وعرة للوصول إلى مركز الغسيل وسط المدينة. على هذا الحال إذن يتجرع سعيد الشرعبي قسوة السفر أسبوعيا كغيره من مرضى الفشل الكلوي الذي ضاعف الحصار الحوثي معاناتهم وغيب البعض عن الموعد المحدد لجلسات الغسيل في المركز هذا. عليه تكاليف حق سفر السفريات حق مواصلات حسب المواصلات يعني الآن بطريق وعرة يعني تكاليفها أكثر من أزيد من كل مرة أزيد من الأول. نوقف يوم أكثر يوم إلا يومين بدون غسيل حتى الذي يموت يموت والذي يطلع له يعني سموم يزيد السموم اللي يزيد ما يشرب يموت ما هذا هي يعني ما علاجنا إلا غسيل فقط. لو كان علاجنا في الصيدلية نشتري ولو مليون ولكن علاجنا غسيل فقط. أكثر من 450 مصابا بالفشل الكلوي في تعز تهدد الحرب والحصار الحوثي حياتهم، فإلى جانب إيقافهم لساعات في نقاط التفتيش التابعة للميليشيات تمنع تلك النقاط الحوثية أيضا دخول محاليل الغسيل الكلوي والأدوية الخاصة بهم إلى المدينة، ما يهدد بإغلاق المراكز أبوابها أمام المرضى. اتغلق القسم نجلس نراعي لما يجيبوا لنا ديزار. ما كنت تعابة ما هلش كهرباء ما نقدرش عاد ناكل ولا نمشي ولا نرقد ما معانا إلا هو ذا الغسيل. نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية الذي قام برفض مركز الفشل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة تعز ب 2500 جلسة غسيل كلى كدفعة أولى من المرحلة الثانية، وهذا يشكل أهمية كبيرة لمرضى الفشل الكلوي حيث لدينا حالات كثيرة نستقبل في اليوم الواحد من 80 إلى 88 مريض فشل كلوي. وعقب مناشدات كان قد أطلقها مركز غسيل الكلى بمستشفى الثورة بتعز تسلمت وزارة الصحة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قبل أيام أكثر من 36 طنا من الأدوية ومحاليل غسيل الكلى للتخفيف من معاناة مرضى الكلى. هل سعيد الحدث تعز